الحل والحل ونعم بالله. مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، مع حضراتكم عند فاروق في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة. تابعين احنا امام مستشفى وادي النطرون التخصصي، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. شهد صباح اليوم حادث مروري ضخم، حادث مروع. حادث تصادم وانقلاب وتفحم سيارات ملاكي وميكروباصات واتوبيسات. عدد الوفيات 34 الى الان. معنا احد المصابين، هنعرف منه تفاصيل الحادث المروع. تعرف حضرتك؟ احكي لنا ايه اللي حصل معاك. احنا العربية الصبح ورايحين على شغلنا في مدينة السادات. استأذنك تعلي صوتك. احنا خارجين من النجارية عصر، رايحين على شغلنا في مدينة السادات. بس الشبورة نازلة، احنا راكبين عربية طمناية، بس لان العربية محودة علينا اصلا بالعرض في الصحراء وعلى الطريق السريع، خبطتنا في عربية اصلا كانت راكبة. وطبعا بعد كده عربية ورا عربية ورا عربية ورا عربية. المهم احنا خرجنا من العربيات وابتدينا نطلع الناس الموجودة، وبعد كده بقى انفجارات ويلعب في العربيات واحدة ورا الثانية. جات الاسعاف خدتنا وضربتنا هنا مستشفى اليوم الواحد، وهم عندنا وخيط خيط وعملوا لنا اشعاعات، والحمد لله احنا كويسين. عملوا لنا اشعاعات من اهوت، وانا ركبتي كانت فيها غرز خيطوها وعملوا اشعه على صدري لان كان في كدمه، والحمد لله. واحنا دلوقتي قاعدين مستنيين العربيات بتاعت الشغل عشان تروح. احكي لنا عن المشاهد المروعه، يعني كم سياره تفحمت؟ حوالي 50 عربيه، 50 عربيه كلهم بيولعوا واحده ورا الثانيه. ما كانش اكتر. سيارات ملاكي وميكروباصات. ملاكي واتوبيس وميكروباصات، كل الطوائف بتاعت العربيات. كان الساعه كام بالظبط؟ احنا اصلا كنا خارجين من النجوميه الساعه 7:30 الى 5 عند مدخل العلمين، يعني 7:30 و5، 7 8 الا 2 7:30 8 الا 2 الصبح. ربنا يتمم شفاك على خير. ربنا يكرمك كتر خير. راينا احنا مع حضراتكم في فيديو لايف من امام مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، بنرصد تفاصيل الحادث المروع اللي شهدته محافظة البحيرة صباح اليوم. طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي شهد حادث مروري ضخم مكلف 33 وفاة إلى الآن. ما زال الحصر جاري. الحادث وقع بالتحديد بعد كوبري الشجاعة بمنطقة النبرية. سيارات اتفحمت واتوبيسات اتفحمت. ما زال جاري حصر اعداد الوفيات. Thank you.
احكي لنا اللي حاصل يا حاج. انا بصير الحاج الشيخ جمال اللي هو الكلب ممكن يكون يعرف. احكي لنا اللي حصل. احكي لنا اللي حصل. لا كنت شايل الموضوع لسه جاي بس هو لسه احكي لنا اللي حصل. مفيش، هو ابن عمي كان رايح الشغل الصبح وطبعا حصل الحادثه اللي بتاعت الصحراوي دي تمام، فلحد دلوقتي مش عارفين نتواصلوا معاه خالص ولا عارفين نوصلوه. يعني جميع الحالات اللي احنا سالنا عنها اللي هي المصابين والحالات الحرجه والحالات اللي هي العمليات كل دول تواصلنا على الاسماء بتاعتهم ما مش فيهم. في بقى حوالي 29 حاله متفحمه حاليا في ما بين مستشفى ابو المطامير ومستشفى وادي المطرون ومستشفى النوبارين، فلسه مستنيين بقى تحليل الدي ان ايه والحاجات دي كلها على ما يوصلوا يعني الحالات اللي هي موجوده دي. ربنا يرحمهم وربنا يصبر اهليهم جميعا. شكرا لحضرتك. ده كان ده دول الناس كانوا مشاهدين كانوا في الحادث الصبح يعني. عمرو انت كنت في الحادث الصبح يعني؟ انا يعني مش متكلم ولا جاي حاجه، اتكلم من غيرك. الله يصبرك. معلش بس انتوا ليه مش مقطرين؟ تابعين احنا مع حضراتكم من امام مستشفى وادي المطرون تخصصي ونرسل تفاصيل الحادث المروع اللي شهدته محافظه البحيره صباح اليوم. حادث تصادم وانقلاب واحتراق سيارات ميكروباص واتوبيسات وسيارات ملاكي. الى الان يعني لم يتم تحديد عدد الوفيات النهائي، عدد الوفيات الى الان 33 وما زال الحصر جاري. زي ما حضراتكم شايفين يعني حزن كبير على وجوه اهالي الضحايا. في ايضا اكثر من 60 مصاب في الحادث المروع. الحادث وقع تحديدا بعد كوبري الشجاعة في منطقة النبرية. يعني مشاهد مروعة. أتوبيسات محترقة وسيارات ملاكي محترقة. متابعينا هنكون في بث مباشر مع حضراتكم بعد قليل، ابقوا معنا.